صحيح أن وتيرة تنفيذ بعض المشاريع غير مرضية، وصحيح كذلك أن ثمة نواقص وصعوبات على بعض المستويات، لكننا مدركون لها وعاكفون على تصحيحها. وأعدكم مجددا أنه سيتم بعون الله إنجاز ما تعهدنا لكم به، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي نعيشها والعالم بأسره منذ أكثر من سنتين. ولذلك سنضاعف تركيزنا على إرساء حكامة رشيدة وعلى محاربة كل أشكال الفساد، فالفساد بطبيعته مقوض لدعائم التنمية بهدره موارد الدولة وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها